محمد وبسملة ايوه يا دول دكتور. بس اللي موجودين معايا. دكتور ايوه يا معلش حبيبي، سؤال، هو اسال، قول يا حبيبي اتفضل. هو الشيت حضرتك عايز اقول صفحتين بس اللي يتسلموا على قبل يوم الاربع ولا الشيت كله؟ حبيبي هو انا باخد اول صفحة بس اللي هي فيها الترجمة، فقلنا احنا حلو. بنكتبها اللي هي في الاخر خالص موجودة صفحة واحد واتنين كده بعد ما بعد صفحة 204. فعندنا اه الكلمات دول اللي انا عملتهم. موجودة دي، طيب الكلمات اللي موجودة دي اتفقنا ان انا دي كلمات خاصة بالفواياج بالرحلات وبالموان دي ترانسفار وبوسائل المواصلات وبالابرجمان وبالسكن، فقلنا ان احنا هنحتاج الكلمات دي لو جينا نعمل برنامج سياحي لحد، وقلنا مثلا ان الحالة دي كانت مثلا توريزم دفار سياحة رجال اعمال، هوديه فين او هركبه ايه وهنقله من مدينة لمدينة ازاي، فهحتاج اشتغل بيها. فقلت لكم ترجموها وبعدين ننقل الكلمات في صفحة 204 او صفحة 3 اللي هي بعد صفحة 2 دي فيها جزء فاضي كده، المهم الكلمات تبقى موجودة عندنا يعني عشان انتوا هتسلموني الصفحة دي فمش هتبقى موجودة معاكم. تمام، شكرا يا دكتور. انتوا كان هاخدها واسيبها لكم هنا على الكلاس روم عشان لو حد ما كانش نقل الكلمات اللي فيها هو الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. اه بسملة انت سامعة كويس ولا ايه؟ سامع الصوت شوية بس يا دكتور، لو حضرتك ممكن تعلي صوتك شوية. بقى عندنا حبيبة كده كويس. طيب اه كده تمام. طيب انا كده انا اللي هسمعكم بالعافية وهخلي المايك هو اللي قريب مني. طيب بصوا يا حبايبي، النهاردة هنبدأ جزء في طالبة الاول بس عشان انا جيت دورت عليها امبارح، اسمها سمية محمود محمد وهي متابعة كل المحاضرات وكاتبة كل حاجة في الكتاب بتاعها بس نسيته في السوبر ماركت، حد جابه من زمايلكو وقال لي عليها، ف يا رب ترجع تسمع الكور اونجستري مكتوب قدامي سمية، حتى مكتوبة بطريقة غريبة شوية يعني احنا حاولنا نكتشف ان دي سمية، هي السين والميم واليه واضحين وبعد كده في نقطتين بتوع ته مربوطة فوق تقريبا او حاجة، ما اكيد ما فيش حد اسمه سمتي يعني، فاكيد دي سمية محمود محمد، فيا رب تسمع الكور اونجستري بقى الكتاب بتاعها موجود معايا. هي مترجمة كل حاجة وعاملة كل حاجة وماشية معايا لغاية المحاضرة بتاعت امبارح، وتقريبا بقى راحت تشتري حاجة فسابت الليفر بتاعها، لو حد في اللي موجودين بعد كده بقى هيسمع الكور اونجستري هيعرفها يقول لها يعني. طيب عندنا النهاردة بقى هناخده مع بعض، كان المفروض ناخد الفطور بس كان المفروض ناس كتيرة تبقى موجودة عشان نقدر نفتح فرانسي فاسيل ونشتغله، فهنخليه للمحاضرة العادية تاني بدل ما نعمله هنا وانتوا بس اللي موجودين. هنبدأ جزء عندنا، الجزء ده بقى سؤال هيبقى موجود عندنا ان شاء الله في الامتحان من السنة دي، بيقول كي بي فيرس ترافاي، مين بيعمل الشغل ده؟ فلو رحنا على صفحة 33 كده هيبدأ يديني او 34 هيبدأ يديني مين الناس اللي بتشتغل عندي. طيب انا كنت خدت عنهم فكرة قبل كده؟ لا احنا كنا واخدين فكرة صغيرة جدا. طيب لما هنيجي مثلا نتكلم على ديريكتور دو لوتيل مدير الفندق لو كان راجل، او ديريكتريس دو لوتيل لو كانت ست، احنا بنقول ان هو دوت عبارة عن ايه الراجل ده، الراجل ده بيشتغل شغلته ايه، لازم اعمل حاجة اسمها ديسكريبسيون دومبلوا اللي انتوا بتقولوا عليها بالانجلش جوب ديسكريبشن، يديني الوصف للمهام اللي الوظيفة دي هتعملها. ثواني طب اقفل الشباك يمكن هو يوضح الصوت شوية. فيبدأ يقول لي انه الديريكتور ده المدير ده هو عبارة عن شيف دونتربريز، هو رئيس المؤسسة اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها، فكل واحد منهم هناخد منه جملة حتى واحدة تعرفني بعد كده اني لو اتسألت جملة او جملتين ماكسيمم من كل وظيفة لو اتسألت عليها وقلت مين اللي بيقوم، مين هو الشيف دونتربريز، مين رئيس المؤسسة، يبقى هوصلها بالديركتور دولوتال. فكل وظيفة بقى من دول هننقي منها حاجات نختصرها كده نعلم على كلمات فيها ونقول هي دي اللي احنا عايزينها معانا، بحيث انها لو جات لي وقال لي مين اللي بيقوم بالمهمة دي اقدر اختار الوظيفة الصح.
ايه اللي موجود في الصفحة اللي قبلها. هو هنا بيقول لي اتعرف بشكل عام على الميتيه دو لوتري، المهن بتاعت الفندقة وبتاعت الريستوراسيون بتاعت الفنادق وبتاعت المطاعم، وبيقول لي مين البيرسونال اللي موجودين في الصالة، مين الناس اللي بيقابلوني في صالة المطعم، طيب مين الناس اللي بتقابلني في الريسبشن دو الاوتيل، مين الناس بتقابلني في ريسبشن الاوتيل، مين البيرسونال دو كويزين، مين الناس اللي جوه المطبخ او لابريج دو كويزين او الناس اللي بتوصل الاكل لبره، ومين البيرسونال دو الاوتيل دون ليزيتاج، ومين اللي موجود في الغرف. لما نخلص ان شاء الله الوظائف كلها ومين موجود في الهول، لما نخلص ان شاء الله الوظائف كلها هنرجع بقى نشوف المخطط اللي موجود عندنا في صفحة 33 ده ونعمل عليه اسئلة ان شاء الله، بس بعد ما نخلصهم ان شاء الله كله. اول واحد هناخده بقى معانا ونروح بيه على الباوربوينت بتاعنا علشان نشوف هنعمل ايه وهنختصره ازاي وهنحتاج منه كلمات ايه. عندنا مشكلة عويصة، ثواني بقى خليكم معايا ثانية واحدة. المفروض ان احنا فتحناه يسمح لنا ان احنا نعمل كوبي تاني. هنروح ده برنامج غريب جدا. اهو يا بري ثواني حبايبي، الجهاز اللي انا قاعدة عليه عقيم تقريبا. نعمل ايه؟ احنا مش عايزين نقاد اي حاجة والله. ده لا الماوس شغال ولا الجهاز. طب استنى حبيبي دقيقة واحدة بس اشوف مسيو عبد الرحمن ده يجي ينقذ الموقف. احنا في الغالب مش هنعرف ننقل حاجة عشان ده برنامج قديم. هنعمل هايلايت بقى، ده الحل الوحيد. طيب بصوا، هناخد هنا le directeur de l'hôtel est un chef d'entreprise، ودي الجمله دي هناخدها ونقول ان احنا لو اخدناها. الحمد لله ادانا اوبشن كوبي تكست، الحق اهو الحمد لله. هناخدها ونقول انه اول جمله معانا ان شاء الله هي انه الديريكتور دو لوتيل، انه مدير الفندق هو شيف دونتربريز، هو رئيس المؤسسه. يبقى اول جمله معانا عايزينها من الديريكتور دونتربريز هي انه رئيس المؤسسه. فلما يجي يقول لي كي بو فير سو ترافاي، مين بيعمل الشغل ده، بيرأس المؤسسه الفندقيه، هقول له على طول ان انا بتكلم على ديريكتور دو لوتيل. اهو خدنا الفراز معانا وقلنا اهو، هنترجمها بقى ونبقى عندنا كل الجمل اللي احنا اخدناها وبالترجمه بتاعتها. لو ديريكتور دو لوتيل اهو، المدير الفندق، الفندق هو رئيس المؤسسة. عايزين بقى تعلموا عليها وتعملوا لها هايلايت زي ما احنا عاملين هنا كده اعملوا، عايزين تنقلوها برا انقلوها زي ما انتوا عايزين. بس انا اعتقد لو انتوا عملتوها في الليفر علمتوا عليها افضل بكتير، يعني بحيث انها تبقى موجودة تحت كل اسم. اهو خلاص كده، يبقى دي اول جملة اخدناها من الديركتور دو لوتيل، من رئيس الفندق او مدير الفندق. طيب الجملة اللي بعدها، هو هنا بيقول لي الجار ادمينيستر، هو بيدير وبينظم ادارة لو بيرسونيل، العاملين، لفينانس، الماليات، الماتريال والادوات، الى كوي دي كليون، وبينظم برضو استقبال العملاء.
طيب كل الكلام ده حلو جدا، عايزين احنا نختصره ونقول، بدل ما هنقول بالتفصيل هنقول، احنا قلنا في الاول انه رئيس المؤسسة، هنقول ان هو الجار ادمينيستر، بيدير وبينظم ادارة الفندق، ونبقى خلاص خلصنا الجزء بتاعه. هنعرف بعد كده معاني الكلمات بالتفصيل، لكن ناخد بس منه الجملة دي ونزود عليها كلمة لوتال اهو، ناخدها ونروح على الباوربوينت نقول له حطها لنا هنا، ونقول جملة تانية، الجار ادمينيستر بيدير وينظم ادارة لوتال الفندق. يبقى انا كده عملت له جملة تانية من غير تفاصيل بقى، من غير ايه الحاجات اللي بيديرها، لكن انا اخدت الفيرب اللي هي بيدير، جار او ادمينيستر الاتنين بنفس المعنى، يدير وينظم او ينسق ادارة. اهو مدير المؤسسة الفندقية، هو رئيس المؤسسة، يدير وينظم إدارة الفندق. خلاص كده، يبقى هو ده اللي احنا عايزينه من اول وظيفة، اللي هي ديريكتور دو لوتال. ديريكتور دو لوتال اهو، او ديريكتور دوتال، مدير اي فندق اهو، هو الشيف دونتربريز، هو رئيس المؤسسة، بيعمل ايه؟ الجار ادمينيستر الاوتيل، بيدير وبيعمل كل الحاجات الاداريات الخاصة بالفندق. طيب ايه الكلام الكتير اللي كان موجود عندنا بقى هنا في التكست؟ كان بيقول لي ان هو بيدير البيرسونال العاملين، لفينانس اللي هي الماليات، لماتريال الادوات، الى كوي دي كليون واستقبال العملاء، الى سور لا بروموسيون دو سون اوتيل، بيبقى ضامن للبروموسيون لنجاح الفندق بتاعه ان سمعته تكون طيبه، وايه الشرشع اوبتونير، وبيكون هدفه انه يحصل على ميور تو، افضل حجم دوكيباسيون للاشغال توتو لون دو لاني، على مدار العام. ليه انا مش هاخد الجزء اللي فاضل؟ لان كل الناس اللي بتشتغل في المؤسسه اقدر اقول انها بتدور على ان المؤسسه تنجح، واقدر اقول انها بتدور على ان يكون في اكبر نسبة اوكيباسيون، اكبر نسبة اشغال على مدار العام، لان طبعا ده بيديهم فلوس اكتر. يبقى انا خدت اهم جملتين في الديركتور وخلاص كده، هم دول اللي هذاكرهم. يبقى واحدة فيهم لو جات لي وقال لي كيب فيرسو ترافاي، مين بيقدر يعمل كده؟ مين هو شيف دونتربريز؟ هقول له الديركتور. مين اللي جار ادمينستر؟ مين اللي بيدير او بينظم ادارة الاوتيل؟ برضو هو ديريكتور دو لوتيل. يبقى انا كده خدت جملتين واختصرت كل الباقي، عرفت المعاني، لكن مش عايزها معايا في المذاكرة بتاعتي. انا خلاص كده عرفتهم اوكي، لكن مش هيكونوا كيستيون ديكزامان معانا. بعد كده ديريكتور دو ريستوران، المدير بتاع المطعم. مدير ماله مدير المطعم؟ مدير المطعم بيقول لي، خدوا بالكم لان هنا ديريكتور وهنا ديريكتور، بس في الاول قال لي ديريكتور دوتيل مدير فندق، وهنا قال لي ديريكتور دو ريستوران يعني مدير مطعم. طيب مين مدير المطعم؟ بيقول لي ان هو الكوردون كنترول. كوردون جايه من كلمه كورديناسيون اللي هي بالانجلش كوردينيشن. حد يعرف يعني ايه كوردينيشن؟ منسق، بينسق او بيتعاون مع، وكنترول وبيدير، لو بيرسونيل العاملين، الانسامبل دي سيرفيس، انسامبل يعني مجموعه سيرفيس الخدمات، انديسبونسابل المتاحه او اللي احنا بنحتاجها، وفونكسيونمون للتشغيل كوتيديان اليومي دو ليتابليسمون اللي هي للمؤسسه بقى بتاعه المطعم، يعني للمطعم سواء كان في الصاله او في المطبخ. طيب عايزين نختصر بقى كل الكلام ده والخدمات اللازمة للتشغيل ونقول كده، هو لو ديريكتور كوردون اي كنترول لو بيرسونيل، فين بيعمل ايه بقى مع البيرسونيل العاملين؟ فين بينظم وبينسق الشغل مع العاملين؟ فين؟ مدير المطعم هينسق شغل العاملين اللي موجودين فين؟
دون لا كوزين. في الريستوران كله، في المطعم كله، سال اي كويزين، سواء كان الصالة او كان المطبخ جوه. يبقى هقول انا هزود من عندي عشان اختصر اللي مكتوب: لديريكتور دان ريستوران، مدير المطعم، كوردون بينسق الكنترول وبيدير او بيتحكم في اداء البيرسونال العاملين او ريستوران. في المطعم، المطعم بقى ايه سواء كان ايه سال او كويزين، سواء كانت او سال كويزين كمان، الاتنين مع بعض، الصالة والمطبخ. يبقى انا كده غيرت، شلت كل الحشو اللي كان موجود في الجمل، وخدت جملة واضحة وبتبين لي نفس الفكرة، بتقول لي انه الديريكتور ده الريستوران، مدير المطعم، بيعمل ايه؟ كوردون، قلنا بينسق زي ما حازم قال لنا، ينسق الكنترول وبيدير او يتحكم في البيرسونيل العاملين في الريستوران، في المطعم، سواء كان سال الكويزين، سواء كانت الصالة او المطبخ. يبقى هنا ده هنقول في المطبخ، وسواء كانت صالة، سواء كان في صالة المطعم او في الكويزين اللي هو داخل المطبخ. طيب يبقى تاني اهو خدنا له جملة صغيرة: كوردون اي كنترول لو بيرسونيل او ريستوران، هو اللي بيتحكم وبيدير وبيتحكم في اداء العاملين داخل المطعم، والمطعم ده بيشمل الصالة اللي بره وبيشمل كمان الكويزين. طب خدوا بالكم بقى، لو جالي جملة زي دي: جاري ادمينستر الاوتيل، بيدير وينظم إدارة الأوتيل، ديريكتور دو الأوتيل ولا ديريكتور دو ريستوران؟ طالما قال لي الأوتيل بشكل عام يبقى على طول هقول ديريكتور إيه دو الأوتيل. طيب لو جه قال لي هنا هوت، خد جملة من هنا: جار أدمينستر لو ريستوران، هاخدها من أول واحدة وهقول جار أدمينستر لو ريستوران. قلنا جار أدمينستر يعني بيدير وبيتحكم في إدارة، بدل كلمة المطعم هحط بشكل المطعم، عام. يبقى هقول اهو جار ايه ادمينيستر، هستلفها من اول واحده، لو ريستوران. يبقى بصوا نفس الجمله اهي، هو عمال يحول الجمل انجلش، ليه بيعمل اوتو كوركسيون الانجلش؟ جار ايه ادمينيستر، بيدير وبيتحكم في اداره المطعم، يبقى مين ده؟ مدير المطعم. طب نفس الجمله موجوده هنا: جار ايه ادمينيستر الاوتيل، بيدير ويتحكم في اداره الفندق. يبقى هبص كويس جدا، انا موجودة عندي كلمة فندق ولا كلمة مطعم؟ يبقى هنا اداني جملتين على الديريكتور دو لوتال، على مدير الفندق، وقال لي ان هو شاف دونتربريز، هو رئيس المؤسسة بالكامل، وان هو جاري ادمينيستر لوتال، بيدير وينظم ادارة الفندق. طب هنا قال لي ان الراجل ده كوردون الكنترول، بينسق بين الناس وبيتحكم في اداء البيرسونال العاملين في الريستوران، في المطعم، سواء كان سال او كويزين، سواء كانت صالة او مطبخ. طيب تاني حاجة بيعملها، الجملة اللي انا خدتها في الاول مش هسيبها: جار ادمينيستر للريستوران، بيدير وينظم ادارة الايه المطعم. يبقى هاخد بالي موجود كلمة اوتيل ولا موجود كلمة ريستوران، عشان لما اختار ديريكتور اختار هو ديريكتور لايه، ديريكتور دوتيل مدير الفندق بشكل عام، ولا ديريكتور دي ريستوران، ولا مدير المطعم فقط لغير. مين اعلى؟ مدير الفندق. اكيد مدير الفندق، لو ان هو ريسبونسابل عن مدير المطعم كمان. طيب عندي بعد كده في الليفر، خلاص كده انا اختصرتهم وخدت اللي انا عايزه منهم، عندي المساحه الفاضيه اهي، هكتب فيها بقى اللي انا اخترته او اللي انا هزوده. يبقى عندنا هنا مساحه فاضيه، عايز اعمل كده زي ما اخترنا كده، اوكي، واترجم فوقيها ماشي، ولو زودت حاجه زودها هنا نفس الحكاية، عايز اعمل كده وازود اوكي، عايز اكتب الجمل بقى من اول وجديد هنا في صفحة 34 في الجزء الفاضي براحتي، عندي المساحة الكافية ان انا اعمل اي حاجة. عندي بعد كده اجون دو ريزرفاسيون، مين الاجون دو ريزرفاسيون؟ اجون دو ريزرفاسيون ده كأنه الريسبسيونيست، اجون دو ريزرفاسيون يعني مسؤول الحجز. اهو
اجون دو ريزرفاسيون مسؤول الحجز. مسؤول الحجز ده اللي هو مين؟ اللي هو الريسبسيونيست. طيب تعالوا نشوف بقى ده بيعمل ايه. هو ليه ما قاليش ريسبسيونيست هنا؟ ليه ما قاليش الاجون دو ريزرفاسيون هو الريسبسيونيست؟ لانه بيقول لي في ناس تانية مش ريسبسيونيست ممكن تحجز معاهم خدمات. هنشوف بقى دلوقتي لما ناخده ده هنشوف بيعمل خدمات ايه وايه الخدمات اللي بيحجزها. شايفين كوبي في اللي مكتوب هنا يا ولاد؟ يا ربي انا مش عايزه السل دي خالص. ثواني يا حبايبي اشوف لو في سل تانية فاضيه فيها لان الكمبيوتر هنا صعب شويه. خليكم معايا ثواني. حبايبي احنا هنحاول بقى اخر مره، لو ما عرفناش هنقفل الانرجسترمان هنا، هنقفل المحاضره هنا ونروح ناخدها في سال تاني لان كده صعب قوي. بص انا ولا عارفه اعمل كوبي ولا عارفه اعمل حاجه، وبرنامج النسخه قديمه ده ولا ايه مش عارفه. دكتور الكوبي بتاخد ثانية واحدة بس عشان في حد بالتكنسيان. انا جيت يا ولاد تاني. ها نفتح. افتح لهم صوت بقى. رجعنا الحمد لله خلاص، شلنا البرنامج. ميرسي يا استاذ عبد الرحمن كتر خير، شلنا البرنامج وحطينا برنامج ووقفنا الابديتس وكل اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله يشتغل بقى ده كويس. معلش حقكوا عليا بس هما موديني سال غريبه. مش دي القاعه اللي احنا بناخد فيها. كده اوضح الصوره بالنسبه لكم؟ طيب بكتير الحمد لله. طيب هنا قلنا الديريكتور دي ريستوران ده خلصناه. بعد كده كنا هناخد في الاجون دو ريزرفاسيون، لسه كنا هناخد مين الاجون دو ريزرفاسيون ده وبيعمل ايه. الاجون دو ريزرفاسيون مسؤول حجز. ليه انا ما قلتش ان هو الريسبسيونيست؟ لان الريسبسيونيست بيكون ريسبونسابل بتاع ريزرفاسيون بتاع الشومبر بس، بيكون مسؤول عن حجز الغرف فقط لا غير. لكن الراجل ده هنشوف بقى بيعمل ايه، مين مسؤول الحجز ده. بيقول لي انه مسؤول الحجز ده انت مش هتروح تقابله. ده مسؤول الحجز ده بيقول لي انه عبارة عن بار تليفون، يا اما هتكلمه بالتليفون يا اما سير اورديناتور يا اما هتبعت له على الكمبيوتر. يعني هو مش شخص انا هروح اقابله في الاوتيل، ده شخص انا بحجز معاه الخدمة اونلاين او عن طريق التليفون، فبسميه مسؤول حجز. يبقى اجون دو ريزرفاسيون مسؤول حجز، لكن ما هوش هقابله زي الريسبسيونيست، عشان كده ما قدرتش اقول عليه ريسبسيونيست. فاقدر اقول ان هو مسؤول حجز، اقدر اقول مسؤول حجز الكتروني، ولا اللي بالتليفون ما بيبقاش الكتروني؟ الكتروني يا دكتور. طيب مسؤول حجز الكتروني سواء بار تليفون، سواء هكلمه على التليفون او سواء ببعت له على الاورديناتور او على الكمبيوتر. يبقى اورديناتور يعني كمبيوتر، سواء على التليفون او على الكمبيوتر. الراجل ده بيعمل ايه بقى؟ لاجون دو ريزرفاسيون ريزرف، بيحجز وجايه اسمها من ريزرفاسيون جاي منها اهو الفيرب ريزرف. توت سورت دو بريستاسيون، كل انواع الخدمات. ايه الخدمات اللي بيعملها؟ بريستاسيون يعني سيرفيس، واعتقد كلمه سيرفيس ممكن تبقى اسهل عليكم، فممكن نغير الكلمه دي ونعملها بين قوسين كده
ان هو يقصد بكلمه بريستاسيون سيرفيس لانها شبه الانجليش فهتبقى سهله عليكم شويه. توت سورت دو سيرفيس كل انواع الخدمات، كولكتيف وانديفيديوال الجماعيه او الفرديه. يعني ايه جماعيه او فرديه؟ يعني خدمات الابرجمان التسكين، خدمات الترانسبور، خدمات المواصلات، سبيكتاكل لو انا عايزه اروح عروض مسرحيه يحجز لي كمان ريستوران. طيب انا عايز اشيل كل دول واخد منه الجمله دي فقط لغير، واقول له ان هو بار تليفون او سور اورديناتور، ان الراجل ده مخصوص بس يعمل لي الحجز سواء عن طريق التليفون او الكمبيوتر. بيعمل ايه؟ بيحجز توت سارت دو بريستاسيون كل انواع الخدمات، ومن غير ما اذكرها بقى واقول ايه هي الخدمات، الابرجمان والتسكين والموين دو ترانسبور ومش عارفه ايه، لا انا هحجز كل انواع الخدمات وابقى كده انا اختصرت وخدت منه جمله واحده. طيب ايه الكلي، ايه المفتاح اللي هيقول لي ان انا اروح على اختيار الاجون دو ريزرفاسيون؟ اهو دي اهم جمله فيها، اهم جمله موجوده عندي هنا هي الجملة دي، بار تليفون او سور اورديناتور، لانه مش شخص انا هروح اقابله، لا انا هكلمه سواء على التليفون او على الاورديناتور واعمل معاه الحجز للخدمة اللي انا عايزها. ان شاء الله اكون عايز احجز عرض الصوت والضوء، خلاص يبقى ده اسمه اجون دو ريزرفاسيون. يبقى احنا كده اختصرناه وخليناه جملة واحدة وسهلناه جدا. انا يعني ده بيبقى جوه الفندق ولا ده بيبقى شركة سياحة تابع الفندق مثلا؟ لو انا بحجز جوه الفندق هيبقى موجود جوه الفندق ويقول لي اتصل على رقم كذا للحجز، اللي هو بينسق الخدمات. لكن في الاغلب ده بيكون تبع شركة السياحة، انا بتصل بيه وبقول له احجز لي مثلا عايز عرض الصوت والضوء، فيبدا يحجز لي. طب احجز لي ليموزين هيوديني، يبقى انا ما نزلتلوش، لان هو لو كان جوه الفندق بشكل اساسي طب ما انا انزل اروح له. لكن دوت انا اقدر اتصل بيه في شركة السياحة، او لو انا لسه ما روحتش الفندق ده بيكون موجود في الفندق احجز معاه. يعني انتوكا هو في كل مكان، لكن المنطقي ان هو لو انا جوه الفندق وعايز اتصل بالاجون دو ريزرفاسيون ده يبقى اكيد انا كده بكلم شركة السياحة. تمام، ان هي شكرا. هتوفر لي الحجز مثلا عايز اروح الصوت والضوء، وهتوفر لي الليموزين او البس اللي هيوديني، وهتوفر لي لو انا عايزه اجيب اكومبانياتور اللي هو المرشد المصاحب اللي هيطلع معايا. طيب لو انا موجود في الفندق بعمل ايه؟ بكلم الشخص ده. ليه ما بنزلش على طول على الريسبسيون؟ وليه في الفنادق الكبيره بيعملوا الاجون دو ريزرفاسيون ده؟ لان هو هينسق اكيد كل واحد عايز يصرف اقل تكلفه. فلو انا جيت قلت له انا عايزه اروح عرض الصوت والضوء هياخد معايا وهيقول لي طيب اوكي، ويشوف ابعد عرض ليا مثلا انا قاعد 3 ايام يبقى في اليوم الثالث، بحيث ان لو جاله حجوزات في اليومين التانيين هو يقدر يعمل الكوردينيشن ده، يعمل التنسيق ده ويبتدي يقول لي. فعشان كده بيبقوا عاملين حد خاص بالريزرفاسيون علشان اقدر اكلمه وينسق مع كذا واحد، فيبقى اللي هيطلع بالبيوس يطلع بكذا واحد، ما يطلعش بفرد واحد، الا طبعا لو التوريست طالب ان يكون لوحده. تمام واضح، شكرا. هنا عندنا بقى انيماتور دو كلوب دو فاكونس. عارفين بتوع الانيميشن تيم؟ بتوع الانيميشن اللي هم بنشوفهم في الفنادق، اللي هم بيبقوا واقفين على البسين بيعملوا عروض، او واقفين على البحر الصبح وبينظموا كونكور وبيعملوا مسابقات رياضيه للتوريست، وبعد شويه نلاقيهم دخلوا الكلوب دي زونفان اللي هو الكيدز كلاب وقعدوا يلعبوا مع الاطفال فيه، وبالليله لقاهم هم نفسهم تاني. يا عيني بتوع طول النهار دول هم اللي ماسكين الديسكو ومسؤولين عن الفقرات اللي فيه. دول بنسميهم بالانجلش الانيميشن تيم، اللي هو فريق الترفيه. فهنا بيقول لي مين الانيماتور بقى، مين مسؤول الترفيه؟ انيماتور، مين مسؤول الترفيه؟ هيديني هنا تعريفات لي وهيقول لي اتفضل شوف مين مسؤول الترفيه. اقدر اقول عليه مسؤول الترفيه او مسؤول الانشطة، فاقدر اسميه بالعربي مسؤول الترفيه او الانشطة. طبعا احنا عارفين ان التوريست اول لما بيصحوا بيبقوا بيعملوا جيمناستيك، بيعملوا تمارين رياضية علشان خاطر عضلاتهم ما تبوظش زينا كده، اللي هو هنلاقي ماما بتقول اي ايدي واي رجلي، هم ما بيقولوش اي حاجة بسبب الرياضة اللي هم بيعملوها. فلما بينزلوا عند البحر الصبح بيلقوا الانيميشن تيم دول واقفين وبيعملوا لهم مسابقات رياضية.
طيب الظهر بيبقوا واقفين لهم عند البسين، بالليل بينظموا لهم الحفلة اللي بتبقى موجودة في الديسكو ده، سواء الرقصات او المنافسات اللي بيكونوا عاملينها. اهو هنشوف بقى بيعملوا ايه بالتفصيل. بيقولي الانيماتور المسؤول بتاع الترفيه دو كلوب بتاع الكلوب بران اون شارج، بران اون شارج يعني بياخذ على عاتقه، ليه ريسبونسابل يعني مسؤول، هنغيرها دلوقتي. لي فاكونسيي هو بيبقى مسؤول عن الفاكونسيي يعني الناس اللي جايه تقضي الاجازه، دوران لور سيجور اثناء فتره الاقامه بتاعتهم. ايل سوسيت لامبيونس بيحيي الامبيونس اللي هو الجو حواليهم كده اللي موجود. ايون كادر دي جروب لور دي سورتي، وبيبدا يعمل انيمي للديني، وبيعمل البيست بتاعت الدانس، بيعمل الجزء بتاع الرقص اللي بيبقى موجود بالليل. جنراليست او سبورتيف بيكون مسؤول عن حاجات تدريبات عامه او رياضيه، يعني انشطه عامه او انشطه رياضيه. طب هو ايه الكلام المكعبل اللي مش مفهوم من بعده ده؟ يعني ايه هو الراجل ما بياخذ على عاتقه الفاكونسيي ديورون لور سيجور، وبيحيي الجو كده ويخلي فيه حماس، ويبتدي يحط التوريست ينظمهم في جروب ويعمل لهم مسابقات. تعالوا نصغرها خالص ونقول عليه سي لانيماتور، هو لانيماتور ديز اكتيفيتي المسؤول عن الاكتيفيتي، ارتستيك او سبورتيف، هو مسؤول الانشطه اكتيفيتي وسبورتيف، بقى نخليها سبورتيف عشان اكتيفيتي فيمينا. اهو كده خلاص عملته، قلت ان هو انيماتور دو كلوب دو فاكونس، هو الي لو ريسبونسابل او الي انيماتور، الي لانيماتور هو المنسق او هو اللي بيقوم بالمسؤوليه عن سي لانيماتور ديز اكتيفيتي للأنشطة، ارتستيك الفنية او سبورتيف. وكده بقى انا جبت له جملة تانية خالص وغيرت كل الحاجات المكعبلة اللي هو كان كاتبها لي. تاني لو احنا بصينا مع بعض على الحاجة اللي هو كان كاتبها في الجزء الخاص بالانيماتور اللي هو المسؤول الترفيه، هنلاقي نفسنا ان هو كان بيقول لنا هنا ان هو بيعتني بالمصطافين او بالناس اللي هم اللي بيقضوا الاجازه بتاعتهم اثناء اقامتهم، بيخلق لهم جو اثناء النزهات، بيبقى معاهم اثناء العشاء، مسؤول عن مكان الرقص في الديسكو. فاحنا عشان نطلع من الموضوع ده خالص قلنا ان هو عباره عن انيماتور مسؤول ترفيه، مسؤول عن ايه بقى؟ ديز اكتيفيتي ارتستيك او سبورتيف، سواء كان بيعمل انشطه فنية او انشطة رياضية. طبعا الفنية دي بتشمل حتى لو انا مدخل طفل في الكيدز كلاب اللي هو كلوب دي زونفان وبيتعلم رسم، كل ده بيدخل في مجال الار، في مجال الفن. فكده انا خلاص لخصتها له وجبت له كلمتين سهلين جدا. لو شفت ان هو انيماتور ديز اكتيفيتي ارتستيك او سبورتيف، او ممكن اغير انيماتور عشان ما تبانش واقول ريسبونسابل هو المسؤول عنه. اللي له ريسبونسابل ديز اكتيفيتي، هو مسؤول عن الانشطه الفنيه والرياضيه. فنترجمها بقى بالعربي هنا عشان ما تبقاش انيماتور وانيماتور فتبقى مبينه قوي في الامتحان. نقول هنا هو المسؤول عن الانشطه الفنيه والرياضية. وبقى انا كده خلاص عملت اللي انا فهمته من التكست، وانتجت انا جملة تانية خالص صغيرة بالنسبة لي واسهل كتير جدا وانا بذاكرها للاكزامة. يبقى اول ما اشوف ان هو ريسبونسابل مسؤول، واشوف كلمة اكتيفيتي انشطة وارتستيك وسبورتيف، يبقى خلاص كده انا بتكلم على الانيماتور دو كلوب دو فاكونس مسؤول الترفيه او مسؤول الانشطة. تاني تعالوا نبص تاني
بصينا على ديريكتور دوتيل وقلنا بيعمل ايه، بصينا على الديريكتور بس المرة دي كان ديريكتور ده ريستوران مدير مطعم وقلنا برضو هو بيعمل ايه، وبعد كده بصينا على الاجون دو ريزرفاسيون مين مسؤول الحجز الالكتروني، وقلنا اكتر حاجة هتبينه لي ان هو بيحجز عن طريق التليفون او عن طريق الكمبيوتر، وبعد كده قلنا الانيماتور دو كلوب دو فاكونس اللي هو مسؤول الترفيه اللي هو بيكون مسؤول عن الانشطة الرياضية او الانشطة الفنية. لما نخلص وتشوفوا الاسئلة هتلاقوا نفسكم عارفين تحلوها كويس جدا. تعالوا بقى نشوف مين اللي بعد كده. باجاجيست، باجاجيست دي خدناها كتير قوي وباينه جدا من الصوره الراجل ده بيعمل ايه، اللي بيشيل الشنط صح؟ اللي بيشيل الشنط. هو بيقول لي ممكن يكون ليه وظايف تانية غير انه بيشيل الشنط. تعالوا نشوف كده كلمه باجاج، باجاج لوحدها يعني حقائب، باجاجيست اللي هو حامل الحقائب، يبقى لو احنا هنترجمها هنا هنقول حامل الحقائب. ماله بقى حامل الحقائب ده، محتاج تديني فيه ايه بقى؟ ده بيقول لي الراجل ده ليه شغلانات كتير جدا، ايه بقى هي الشغلانات بتاعته؟ بيشيل الشنط. قال لي لا هو مش بيشيل الشنط بس، تعالى بص كده الراجل ده بيعمل ايه. الراجل ده بيشتغل شاسور، شاسور لو احنا جبناها من على جوجل ترانسليت هيطلعها لي يعني صياد. هو هنا مش بيقصد ان هو صياد، بيسموا الشاسور في الفنادق، بيسموا اللي بيخرج يعمل مشتريات خارجيه للنزيل بيسموه شاسور، انه طلع يصطاد الحاجه من بره ويجيبها ويجي. عارفين بار اكزامبل مثلا لو انا هنا في الانستيتيو وعايزه اجيب دواء مثلا، فبروح ندهه لحد من الـ من الـ من العمال اللي بيساعدونا هنا واقول له معلش من فضلك ممكن تجيب لي الدواء ده من بره وتيجي، فبما اني بعته بره يجيب لي حاجه ويجي بيسمى شاسور، شاسور يعني بيشتري مشتريات من الخارج. طيب الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعمل ممكن كمان يبقى بورتيه، يبقى واقف على الباب، يبقى احد الناس اللي واقفين على الباب. طيب واقدر اقول عليه كمان انه موظف من موظفين الهول، لانه اول حد انا هقابله وانا داخل بالباجاج بتاعتي. طيب بيعمل ايه بقى الراجل ده؟ ايه البارتيسيب؟ بيشارك توت على كيف كل استقبال دو لا كليونتيل للعملاء اللي جايين. طيب بيقول لي سي باست، الوظايف دي بتاعه الباجاجيست دي نكزيست كو دون لي زوتيل دو جران ستاندينج اي دو لوكس، بيقول لي ان موضوع حمل الحقائب ده ما بيبقاش موجود غير في الاوتيلات الكبيره. ليه؟ طيب لان الاوتيلات الصغيره اي حد من اللي واقف هيشيل الشنطه، لكن الباجاجيست اللي هو بيشتغل كشاسور وبيشتغل كبورتيه وبيقف على الباب ده بلقاه موجود فين؟ موجود في الاوتيلات الكبيره. طيب انا عايزه اختار جمل مناسبه اقول بيها ان الراجل ده هو المسؤول انه ياخد الحقائب بتاعتي ويوديها الغرفه، وممكن كمان احيانا يبقى شاسور، يبقى ببعته بره يشتري لي حاجه ويجي. طب عايزه اخصصها له قوي يبقى هقول ان هو المسؤول عن حمل الحقائب وتوصيلها الغرف. يعني انا خلاص عرفت كل المعلومه اللي انت بتقولها لي، وفي الاوتيلات الكبيره وممكن ابعته ويشتري. طب شكرا، انا عايز جمله محدده لو جات لي في الاكزامان اعرف ان انا بتكلم على الباجاجيست او على حامل الحقائب. شيلوا كده كل ده، هنقول عليه امبلويي، مسؤول او موظف في الهول، لانه دي ما اقدرش اشيلها منه انه احد موظفين الهول، امبلويي دي هول دو لوتيل، واحد الموظفين الموجودين في الهول امبلويي دي هول. طيب بيعمل بقى ايه؟ هشيل بقى دي خالص كده واجيب انا جمله من عندي واقول ايل بارت لي باجاج، ودي هتبينها لي جدا في الاكزامان. il porte les bagages، ممكن اقول بقى بيستخدم المصعد عشان يودي الشنط بتاعتي الاوضه، بس هو برضو بينزلها من الاوضه فخلاص سوفي il porte les bagages، بيحمل الحقائب. يبقى هنقول كده احد موظفي الفندق اللي هول ده، اسف اسميه ايه بالعربي يا ولاد، حازم انقذني وبسمله، الهول اسمه ايه بالعربي؟
الباهو. ايوه ما البهو ده اقوله ايه دلوقتي يعني؟ اكتب البهو. انا مش عارف. هي البهو دي لغه عربيه فصحى. اه صح، بس قاعد موظفي ايه والله ما انا مزعلاك. موظفي البهو. وايه البورت اللي باجاج يحمل الحقائب؟ اهو يبقى كده بيشيل الحقائب وهو احد موظفي الهول. ما اقدرش اجيب احد موظفي الهول واقول لك هو انا بتكلم على مين، لان في 500 موظف موجود في الهول، في 500 اسم وظيفه. يبقى البارت اللي باجاج اللي مسؤول عن حمل الحقائب، وهنشوفها دلوقتي في الاكزرسيس اللي بيديهولنا، هيكون هو الباجاجيست. تعالوا نبص كده على الاكزرسيس ونشوف كم وظيفه منه عدت علينا لحد دلوقتي. يا دكتور هو ايه البهو ده؟ الريسبشن، بس الريسبشن كله مش الحته بتاعت الريسبشنيست بس، اللي هو من اول مدخل الفندق. يعني من عند الباب كده ولا من عند ايه؟ ليه مش بسميه ريسبسيون؟ لان قلنا الريسبسيون هو الحته بس اللي واقف فيها الريسبشنيست ورا الكونتوار دي وبيعمل الحجز، لكن من اول ما بدخل من الباب وبشوف البورتيل او البواب وبشوف المسيو الباجاجيست ده وبشوف المسؤول بتاع الحجز بتاع الليموزين، وبعد كده بشوف موظف الاستعلامات، وبعدين بشوف بتاع الريسبشن، وفي صالون اقعد فيه. كل الحته دي هي البهو. تعالوا بصوا كده، هنا ده نوع من الاسئله اهو، ده شكل من اشكال الاسئله عشان نبقى عارفين احنا ليه بنصغر الجمل، عشان هي هتجيلي كده يقول لي كي بيرسون ترافاي، مين يقدر يعمل الشغل ده، ويجيب لي اربع وظايف وبعد كده يجيب لي اربع جمل موجوده هنا. قولوا لي كده احنا لسه معدي علينا شاسور مثلا، كلمه شاسور اللي شرحتها لكم، قلت لكم مسؤول مشتريات ايه؟ المشتريات اللي في الخارج. اللي في الخارج. طيب هلاقيه هنا بيديني جملتين ويقول لي هو الراجل ده بيعمل مشتريات على انتريور، بيشتري لك حاجه من جوه الفندق، ولا دول اكستريور، ولا بيطلع يشتري لك من بره، فهلاقيها عدت عليا. طب هلاقيه بيديني مسمى وظيفي هنا وبيقول لي مثلا الفي لو سيرفيس دو شامبر، مين اللي بتعمل خدمات الغرف، مين اللي بتنظف الغرف. اخدنا من الوظائف اللي بتنظف الغرف مين؟ مين اللي بتنظف الغرف في الاورجانيجرام اللي خدناه في اول الكتاب؟ كان اسمها ايه الست اللي بتنظف؟ فام دو شام. فام دو شامبر. ماشي برافو. يبقى هنا على طول انا بيجي لي جمله واحده، عشان كده انا ما بطولش عليكم في المسمى الوظيفي وبختصره لكم بجمله، لان هو بيجي لي جمله واحده ويقول لي مين اللي بيعمل ده. يعني مثلا هنا مين اللي مسؤول عن الليست بتاعت الوصول وبتاعت المغادره وبيرد على التليفونات، مين اللي هيبقى مسؤول عن ده؟ موظف الايه؟ جون دو. لا ده ماسك الليست وبيشوف مين الناس اللي وصلت ومين الناس اللي غادرت وبيرد عليهم في التليفون. مين اللي بكتب عنده ان انا وصلت ومين اللي بكتب عنده ان انا ماشي؟ دكتور الريسبشنست. موظف الاستقبال هو ده اللي انا بدخل اسجل عنده ان انا جيت واملى الابلكيشن بتاعي، وهو اللي وانا ماشي بقول له حضرتك اعمل لي تشيك اوت واديني الشيك بتاعي عشان ادفع، ولو انا محتاج حاجه بتصل بيه على التليفون من جوه الفندق واقول له اديني الهاوس كيبنج مثلا. هو هنا اللي لخبط حازم كلمه وجود التليفون، هو هنا بيقول لي بيرد على التليفونات، وبيرد على التليفونات دي انا هقدر استعملها في حاجات كتير، حتى الستاندرديست، حتى مسؤوله اسمها ايه بتاعت السويتش هترد على تليفونات. التاني كنا بنقول عليه بياخد الحجوزات عن طريق التليفون، مش بس كلمة تليفون دي اللي لخبطته. فده ده احنا لسه هنجيله، ده اللي انا بقول لكم عليه. ليه انا باخد جملة واحدة واخليها تحت الاسم؟ لاني هاجي هنا هو توديك جملة واحدة واقول لك مين اللي بيعمل الوظيفة دي، عشان كده انا عمالة اختصر لكم الكلام الكتير اللي مكتوب ده، نعرفه اوكي، لكن لما نيجي نذاكر احنا هنذاكر جملة واحدة او جملتين بالكتير قوي لكل حد من الموظفين اللي موجودين هنا. وصلنا للباجاجيست مش كده؟ انزلوا بقى كده، سيبوا الاتنين اللي جايين دول خليهم دلوقتي، عايزة الكونسيرج.
انقله على صفحة 37، وهقول لكم اللي انا سبتهم ليه، عشان هم هيلخبطوكوا مع حاجات تانية هنرجع لهم بس لما نخلص كل الحاجات اللي عندنا. كونسيرج دو لوتيل، كلمة كونسيرج لوحدها يعني بواب، لكن لما اقول كونسيرج دوتيل يبقى موظف الاستعلامات. ايه الفرق بقى بين موظف الاستعلامات وبين الريسبشنست؟ اكبرها بس كده، هل عايز يقول يقول بدل ما ارجع ابص مين اللي بيقول. ماشي، لو موظف الاستعلامات دوت مثلا لو عايز مثلا اعرف مكان المطعم فين او مكان مثلا الريسبشن فين، تمام، يعني لكن الاستقبال بيبقى بتاع الإقامة. طيب حلو قوي، اهو تعالوا كده وخدوا بالكم عشان هو هيجي يقول لي في الاوتيلات الصغيره الاتنين دول ممكن يقوموا بوظائف بعض، في الاوتيلات الكبيره لا كل واحد ليه وظيفته. اهو بيقول لي هنا هو الكونسيرج، استنوا بس احسن جات لكم صغيره قوي، يا رب ارحمني، اخر مره ادخل السال دي لا يمكن اجي اديكم فيها محاضرتين. اهو ماله بقى الراجل ده بيقول لي ماله، بيقول لي ان هو الكونسيرج ده على ريسبونسابيليتي مسؤول عن اكوير، عن الاستقبال، ادوران سينيه، وانه يديني معلومه ادو كونسيي لكليان، وانه ينصح السائحين. هينصحهم بايه؟ انا هاخد الجمله بتاعته دي بس ومش غير من عنده حاجه، بقول له هو على ريسبونسابيليتي ده كيير، عنده مسؤوليه استقبال، بيعمل استقبال اي رونسينيي ويدي معلومات اي دو كونسيي وينصح. قولوا لي هينصحهم بايه؟ عارفين بتوع الماركتينج بتوع التسويق لما يجي يقول لك ده انا لقيت فرصه لحضرتك اشترك معانا مش عارفه عشان تشتري منتج ايه، طب اشترك معانا في رحله كذا. عارفين الناس مسؤولين الماركتنج دول اللي لما تقعدوا معاهم تحسوا ان هو بينصحوكوا لشخصكوا بس هم عايزين يحققوا تارجت ويعملوا حاجه من وراكوا، هو ده بالظبط كده الكونسيرج. يبقى الكونسيرج موظف الاستعلامات. ايه يا حبيبتي؟ الدعايه، هو بيديهم نصايح بخدمات عشان يشغل الخدمات دي. يعني مثلا انت هتيجي يبقى يروح يقول لك ايه، على فكره احنا عندنا رحلات بننظمها وبيقولوها دايما بتوع شرم والغردقه للجلاس بوت، للباتون جلاس اللي هو المركب الزجاجي. طيب فيقول لي انت هتشوف تو فوار دي بواسون كولوري، هتشوف اسماك ملونه، تشوفوارد زلج كولوري وشعاب مرجانيه ملونه. انا بفهم من الكلام اللي هو بيقوله لي ان هو بيديني كونساي، ان هو بينصحني ان انا اروح الرحله دي، لكن هو في نفس الوقت بيعمل ترويج لخدمه موجوده في الفندق. فهي دي وظيفه موظف الاستعلامات، ان هو هيستقبلني وانا داخل ويقول لي اهلا وسهلا بيك في الاوتيل، عايز تروح فين. ممكن اكون انا داخل الاوتيل مش رايح احجز غرفه، ممكن اكون داخل على المطعم رايح اخد بس قهوه في الاوتيل وماشي، فبروح على موظف الاستعلامات واساله اذا انا حابب مثلا اعمل دي يوز اروح فين، طب انا عايز ادخل المطعم بس مش عايز احجز اروح فين. هو اللي بيوجهني بعد كده اروح فين، بيديني المعلومه وبينصحني. مثلا اقول له انا عايز اكل شرقي اروح فين، فهيقول لي روح مثلا المطعم اللبناني اللي موجود جوه على ايدك اليمين. يبقى ده هو موظف الاستعلامات اللي هو بقول عليه على ريسبونسابيليتي، عنده مسؤولية، عنده مسؤولية ايه بقى؟ اكيير الاستقبال، رونسينيه يعني دوني دي انفورماسيون يدي معلومات، ادو كونسيي وبينصح العملاء. بينصحهم بالايه؟ بينصحهم بالخدمة الامثل ليهم، او بينصحهم ان هم باي باستخدام اي خدمه في الاوتيل بحيث انه يعمل ترويج للخدمات اللي موجوده. ده موظف الاستعلامات. طيب هو هنا كان بيكمل لي الجمله بانه يقول لي في الاوتيلات الكبيره ده مش ده موجود، لكن في الاوتيلات الصغيره هو وموظف الريسبشن بيحلوا محل بعض،
لان انا مثلا لو رايح فندق 3 نجوم هو مش هيعين لي واحد على الباب بيقول لي المطعم على ايدك الشمال، لانه اوريدي المطعم هيكون باردون الاوتيل هيكون صغير وهيكون واضح جدا الاماكن، وهيكون الفندق ما بيقدمليش كميه الخدمات اللي محتاجه ان واحد موظف استعلامات يبقى واقف عشان يقول لي عليها. وبالتالي في الاوتيلات الصغيره بدخل على طول على موظف الريسبشن وابتدي استعلم منه، لكن في الاوتيلات الكبيره اللي هم عندهم اماكن اللي ممكن عشان اتنقل من ناحيه لناحيه احتاج الجولف كار اركبها، فده لازم يكون موجود فيه موظف استعلامات موجود على الباب، فهيجي يقول لي بعد كده انه اقدر استبدل وظيفه موظف الاستعلامات دي بالريسبشنست، هو كفايه عليا ما عينش واحد يبقى اسمه كونسيرج بس في الاوتيلات الصغيره. تعالوا نشوف كده هيقول لنا ايه في الريسبشنست. بصوا حتى جابوهم تحت بعض. الريسبشنست لما تخلصوا وتيجوا تراجعوا الباوربوينت هتلاقوه اقل كتير 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 من الحاجات اللي موجوده في الليفر، وهتلاقوا الدنيا محدده معاكوا وسهل جدا تذاكروه. دلوقتي انتوا بتبقوا بس مخدودين من الكميه، لكن بعد كده هتلاقوه جمله 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 مش هيبقى فيه اي مشكله. ماله ريسبشنست ايه بريزون دون تو لي زوتيل، لازم يكون موجود في كل الفنادق. دو جور كوم دو نوي، الصبح وبالليل، ما ينفعش اروح على الكونتوار وما لقاش واحد ريسبشنست. سلوي كيش ارجي دون ريجستري، هو مسؤول عن تسجيل لي زاريفي، الوصول لي ديبار والمغادره بتاعه العملاء. دو جيري لو بلانينج دو ريزرفاسيون، وهو اللي بيبقى قدامه المخطط بتاع الحجز. يعني ايه مخطط الحجز؟ يعني قدامه اوض ايه اللي مليانه واوض ايه اللي فاضيه وجناح ايه اللي مليان وجناح ايه اللي فاضي. ده عشان كده بقول عليه هو قدامه البلانينج دو ريزرفاسيون اللي هي مخطط الحجز. واخدين بالكم الجمله دي اخدناها لسه معديه علينا لما كان حازم بيتلخبط فيها، لسه كان سائلني عليها. ابتدى يسالني منين بقى؟ من هنا صح، وقال لي ايه شارجي، هو المسؤول عن انريجستري، عن تسجيل لزاريفي، الوصول والمغادره صح اهو. وكده بقى انا صغرتها وخدت الجمله المهمه بالنسبه للريسبشنست. يبقى ايه شارجي؟ مسؤول عن انريجستري، تسجيل لي زاريفي، الوصول، هي دي الواصلين يعني، بس هنخليها الوصول والمغادرة والمغادرين. دي كليون بيسجل وصول ومغادرة العملاء، العملاء اللي بيوصلوا والعملاء اللي بيغادروا بس وخلاص على كده. يبقى لو ريسبسيونيست اي شارجي، الريسبسيونيست مسؤول عن تسجيل الوصول وتسجيل المغادرة بتاعة العملاء. خدوا بالكوا هي مختلفة تماما عن الكونسيرج، عن موظف الاستعلامات، لان قلنا هنا هو بيستقبلهم يديهم المعلومه وينصحهم، لكن هنا هو بيستقبلهم يسجل وصولهم ويسجل مغادرتهم. واضحه دي عشان ما نتلخبطش؟ واضحه؟ اه واضحه يا دكتور. اه يا دكتور انا مش عايزه اتقل عليكم بباقي الوظائف، هناخد حاجة واحدة تاني وخلاص اللي هي السيرفر والسيرفرز، وبعدين ننقل على حاجة تانية خالص علشان ما تبقوش متضايقين. كده مثلا احنا خدنا ادي وظيفة 2 3 4 5 6 7 اللي هنلقاهم بالكتير قوي 10 جمل. تعالوا نبص كده على الويتيم امبلوا رقم 8 في الوظائف اللي عندنا، السيرفر او السيرفرز. لو انتوا فاكرين اخدناها في الاورجانيجرام وكان
بقول لكم ان ده الجرسون، لاني ما بستحبش استخدم كلمة سيرفور او سيرفوز. اهو ده جرسون او جرسونة. اهو نكبر بس الخط شوية. السيرفور او السيرفوز دو ريستوران، السيرفور او السيرفوز هنقول هنا جارسون، وسيرفوز اكتبها جرسونة في بالعربي كده. اسمها ايه؟ اسمها ويتر اصلا، يعني الاتنين ويتر. ما هو الاتنين ويتر بالانجلش، بس احنا عندنا بيسموهم جارسون سيرفور وسيرفوز. اسميها ايه جرسون؟ جرسون عادي. على فكرة بالانجلش مش الاتنين ويتر، البنت اسمها ويترس تقريبا فيما اذكر، على حدود يعني اخر انجلش شفته في حياتي كان ليها، لا ليها اسم برضو للبنت. طيب مالهم بقى جرسونة البنت اسمها سيرفوز، مالها بقى؟ بيقول لي ان السيرفور دو ريستوران الجرسون بتاع المطعم ده بيعمل ايه؟ بريبار لا سال، بيجهز الصالة. يبقى هبتدي من اول هنا، بريبار لا سال بيجهز بيعد الصالة، يأسور لو سيرفيس وبيضمن الخدمات بتاعة التقديم على الترابيزة. وفي المطاعم الصغيرة لو سيرفور ريسبونسابل دو توت لا سال بيكون مسؤول عن الصالة كلها، لكن في المطاعم الكبيرة بيكون عندي ماتر دوتال. طب انا عايز اعمل ايه بقى؟ بريبار لا سال، اسور لو سيرفيس دي روبا et des boissons. Et après. بيقوم بتقديم خدمات المأكولات والمشروبات وبيضمن إعداد الصالة. إيه إعداد الصالة؟ إن هو مثلا يفرش الناب، يفرش المفرش بتاع الترابيزة، انه يتاكد ان توتي بروبر، ان كل حاجه نظيفه. وهقول اسور لو سيرفيس، وبيقدم خدمه الربا الوجبات والبواسون والمشروبات. ويبقى كده انا عملت له جمله مختلفه خالص، وعملت له كلام قليل وما يضايقنيش في حاجه. فهنا هقول هنا بيعد الصاله، يعد صالة المطعم ومسؤول عن تقديم الوجبات والمشروبات. يبقى بيجهز صالة المطعم، يعد او يجهز، هنقول هنا يجهز مثلا، بيجهز صالة المطعم ومسؤول عن تقديم الوجبات والمشروبات. ولغايه كده حلو قوي 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 في الوظايف كده كتير علينا. خدنا 8 وظايف النهارده ب 8 جمل، خدنا 8 وظايف ب 8 جمل. ساسوفي مش هنكمل فيهم تاني، هنكتفي بهذا القدر فيهم، وبعدين نبدا نشوف مع بعض حاجه تانية خالص بقى تخرجنا من المود بتاع الوظايف. تعالوا نروح على التكست اللي موجوده ورا التكست بتاعت اسوان دي، خدناها مش كده؟ الاسبوع اللي فات، خدناها الاسبوع اللي فات. طيب عايزين ناخد، وخدنا دخلنا تكست تانية، قلنا تكست خفيفة كانت بتاعت الكباب مش كده؟ بالظبط. طيب بالظبط. طيب عايزين النهاردة ننقي تكست صغيرة وتبقى مفهومة بالنسبة لنا، وهيبقى عندنا تكست صلاح الدين، يا اما عندنا الاوبشن الثاني دوزيام اوبشن الاختيار الثاني ان احنا نعمل مواقف. تحبوا تاخدوا تكست ويبقى اليوم دسم كده وخلاص، يعني عملنا مصايب كتير، ولا نروح ناخد سيتياسيون وتبقى اسهل؟ بصوا صفحه 193 كده، يعني مش دي اللي هي زي كاسكتو دي وكاسكتو في؟ بالظبط كده.
هتقول ايه في دون السيتياسيون دي، هتقول فيها ايه وكاش كنتي فيه، ولو انت اتحطيت في الموقف ده هتعمل ايه. دي هنختار، هتبقى اشوا كده زي ما هي موجوده قدامنا اختياري، فالمفروض انها سهله جدا. تعالوا نروح نعملها احسن بدل ما ندخل في قلعه صلاح الدين. يا البنات ماشي يا دكتور عادي ماشي. يا ريت. طيب هنا دي سهله جدا، دي مواقف بتبقى سهله جدا وبتبقى موجوده زي في بارتي دو الاكزامان وبتجيلنا في الاكزامان، ودي زي ما هم كده اللي موجودين عندنا 193 94 95 دول بيبقوا موجودين معانا ومكملين بقى كذا لغايه مثلا 197، كلهم دول موجودين في البنك دو كيستيون في بنك الاسئله بتاعنا، فبيبقى حلو قوي ان هم يجوا زي ما هم كده. قولوا لي هنا، تعالوا انتوا اللي هتحلوا هنا، ما فيش ولا كلمه هتبقى غريبه عليكم بقى، خلاص الغريب خلاص مشي. تو انفورم يعني بتدي للسائح، تو انفورم اللي جاي منها كلمه انفورماسيون بديله. انا مستنياكم. انفورماسيون يعني ايه؟ انفورميشن بتبلغ صاحبك معلومه، بدي معلومه لانا مي لصاحبي. كومون تو باس لا سواري يعني انت هتقول لصاحبك انت بتقضي الاجازه ازاي، السهره هتقضي السهره بتاعتك ازاي. كومون تو باس لا سواري ازاي بتقضي السهره بتاعتك. طيب الاجابه هتبقى ايه؟ استنى بس استهدى بالله، يعني الاجابه مش هتيجي كده على طول، يعني انتوا عارفين انا مش هديكوا حاجه ونمشي ونجري، لازم نعمل يعني عمليه. ماشي نغير، نقول لو اتغيرت دي تبقى ايه، لو فضلت زي ما هي تبقى ايه، يعني لازم برضو ايه نبقى مركزين كده. بصوا هنكتب بس الباج هنا، باج 193 193. بصوا بقى بيقول لي شوازي تو انفورم، بتدي معلومه لصديقك. كومون تو باس لا سواري، تو دي هتقول لصديقك ازاي بتقضي السهره. تو دي هتقول له كومون تو باس، كومون باس تو لا سواري انت بتقضي السهره ازاي، انت هتدي له معلومه. او فا تو سو سوار انت رايح فين النهارده بالليل، ولا انت بتدي له معلومه عن نفسك فبتقول له جو باس لا سواري انا بقضي السهره devant mon ordinateur قدام الاورديناتور بتاعي. ولسه مترجمين كلمه كمبيوتر بكلمه اورديناتور، انا كنت لسه هسالكم اورديناتور يعني ايه ورحت مجاوبها لكم. كمبيوتر اورديناتور يعني كمبيوتر. طيب هنا بيقول لي بتعلم، بتدي معلومه لصاحبك ازاي انت بتقضي السهره، يبقى لو ترجمناها هنقول هنا تعطي معلومه، تعطي معلومه لصديقك عن طريقة قضائك للسهرة فتقول له. يبقى انا بديله معلومة، قلت لصديقي انا بديله معلومة وبقول له انا بقضي السهرة ازاي، فعلى طول هنا هختار رقم هتبقى سي علشان انا هقول له انا بقضي السهره دوفان مون اورديناتور. طيب حلو قوي، تعالوا ناخدها وناخد نفس الجمله كده وتقولوا لي ساعتها بقى هنختار ايه. هاخد نفس الجمله كده واجي احطها تحت هنا كده، هاجي هنا انا خلصت كده احطها هنا كده واقول لو انا غيرت الجمله الاولانيه وخليتها هنا تو دوموند ا انامي كومون ايل باس لا سواري، مين هيترجمها لي؟ انت بتطلب من صاحبك يقول لك بيقضي السهرة ازاي. حلو قوي، ساعتها بقى اختار الاجابة رقم كام. ايه زي ما انا قلت في الاول. في الاول
خلاص يبقى هو ده الفرق. وانا بختار اركز، هو انا بوقعكم ولا مش بوقعكم؟ انا غيرت فيرب وغيرت برونون، غيرت فيرب وغيرت ضمير، بوظ لي الاختيار بتاع الجمله كلها لانه غير المعنى تماما. انا عايزه الاقي كلمه اه، بس عايزه الاقي اللتر اه هنا عشان احطه من السيمبل، بس مش لاقيه يعني. كل ده عشان احط لكم الاكسون. بلاش، مش لازم اكسون. طيب هنا في اه، خلاص في اكسون. طيب بيقول لي هنا اهوت، لو انت تو دوموند انا مي، ساعتها الاختيار هيتغير خالص. اهو تو دوموند انا مي، انت بتطلب من صاحبك كده، انا غيرت الدنيا خالص. بتطلب من احد اصدقائك كومونتي الباس لا سواري تو دي، ساعتها لو قال لك انت بتقول ايه، وانت بتطلب من صاحبك هو بيقضي السهره ازاي، يعني انت بتساله هو بيقضي السهره ازاي. يبقى دي هقول هنا اهوت، لو انا هقول بالعربي تسال صديقك كيف يقضي السهرة، ودي كده هتكون الإجابة رقم اه زي ما حازم كان قايل لنا في الأول. ساعتها كنت هاخد لها الجملة اللي هي كومون باستو لا سواري، هو أنت بتقضي السهرة بتاعتك إزاي. يبقى أنا خدت الجملة اللي هو مديها لي في الليفر وطلعت منها إيه، وطلعت منها جملتين. طيب الجملتين اعتمدوا على إيه بقى؟ دي كانت هتكون الإجابة. الجملتين اعتمدوا على إيه؟ اول واحده بيقول لي تو انفورم، انت بتدي معلومه، انت بتخبر صديقك. يبقى اصلا تعطي معلومه، بتخبر صديقك، بتدي معلومه لصديقك، بتخبر صديقك انت بتقضي الاجازه ازاي. يبقى تو سامبلومون، من غير اصلا ما ابص على الاختيارات انا مش هاخد حاجه فيها سؤال لان انا بديله معلومه، يبقى هبعد خالص عن اني اكون بقول سؤال. طيب فقلت له انت عايز مني ايه، ادي لك معلومه انا بقضي السهره ازاي. طب يا سيدي انا جو باس لا سواري دوفون مون اورديناتور، انا بقضي السهره قدام الكمبيوتر بتاعي. طيب جه غيرها لي وجاب لي نفس الجمله تاني، بس قال لي تو دوموند، انت بتطلب انا مي من صاحبك كومونتي الباس لا سواري، هو بيقضي الاجازه ازاي، بيقضي السهره ازاي. فقلت له كومون باس تو لا سواري، كيف تقضي سهرتك. يبقى الفيرب الفعل هو اللي بوظ كل مخططاتي في الاختيار، خلاني مش هينفع اختار الاختيار الثالث زي هنا، فاخترت الاختيار الاول. يبقى لو غيرتها يبقى اكتب جنبها ان وارد جدا احتمال تغييرها، لانها تبقى بالشكل اللي قدامي ده. خلاص اكتب جنبها بقى في الحته الفاضيه دي اللي عندي في الليفر، المساحه اللي على الجنب، لو انا غيرت او اكتب تحت كلمة انفورم لو بقت دوموند هيبقى الاختيار الاول، لكن لو فضلت زي ما هي يبقى الاختيار اللي موجود قدامي ده. مفهومة ولا عيدها تاني؟ احنا هناخد اتنين بس، دي واللي بعدها مش هنكمل تاني. مفهومة ولا عيدها؟ مفهومة يا دكتور. لا مفهومة. نروح على اللي بعدها. احنا بس بنشوف الشكل وبنشوف طريقته هنشتغل معاه ازاي. اهو هنا بيقول لي مثلا ان توريست، تعالوا نحلها من هنا. ان توريست دوموند ا ان باسان، احد السائحين طلب ا ان باسان من احد المره في الشارع. لا روت دو موزي ايجيبسيان، الطريق للمتحف المصري. ايل دي هيقول، التوريست بيسال حد من المرة اللي ماشيين في الشارع عن المتحف المصري، مكان للمتحف المصري، هيقول له ايه؟ عايز يسأل. يبقى شيء طبيعي هاخد اللي فيها سؤال، لاني شفت فيرب دوموندي يعني يسأل. طب تعالوا نشوف كده، هيقول له كومون الي او ميوزي ايجيبسيان، ازاي اقدر اروح المتحف المصري، او هيقول له prenez la première rue à droite، خد اول شارع يمين، ولا هيقول له le musée égyptien est à la place تحرير، المتحف المصري موجود في ميدان التحرير. الطبيعي انه هيقول له ايه؟ اه ولا بي ولا سي؟ اه يا دكتور. اه comment allez au musée égyptien، صح؟ طيب خليني سبت نفس الجمله كده وقلت ان التوريست فرنسي طلب من الباسان، طلب من حد من اللي ماشيين في الشارع، لا روت دو موزي ايجيبسيان، يروح المتحف المصري ازاي. لو باسان
دي الراجل اللي ماشي في الشارع هيقول له، في احتمالين يقولهم له، لو هو قريب من المتحف كان هيقول له رقم ب ويقول له خد اول شارع يمين. طيب لو هو مش قريب والراجل ده كان في الاهرامات وبيسأله روح ازاي المتحف، كان الباسون الراجل اللي ماشي في الشارع هيقول له روح الميوزيه الايجيبسيان موجود في ميدان الايه، تحرير. التحرير. يبقى وارد جدا ان انا اجيب الجمله واروح مغيره فيها حاجه فهتروح مخليه الاجابه بقت مختلفه خالص. طيب ايه اللي هيساعدني ان انا اعمل اكزرسيس زي ده؟ الاكزرسيس ده سهل جدا، بس ايه اللي هيساعدني فيه؟ اركز في كل حرف مكتوب، هو هنا بيقول لي انت اللي هتقول ولا هو اللي هيقول، السائح اللي هيقول ولا الراجل اللي في الشارع اللي هيقول. طب هو قال لي دوموند، فيرب دوموندي يعني يطلب، ولا ما قاليش اطلب، ده قال لي تو انفورم، ولا قال لي لا ده انت بتدي معلومه. يبقى انا بس كنت بعمل لكم انترودكسيون، مجرد مقدمه عن نوع ده من الاكزرسيس اللي هيبقى موجود معانا ان شاء الله. بس كل اللي احنا هنكتبه فيه سواء غيرنا الجمله او ما غيرناهاش كله هيبقى مكتوب عندنا، يعني لما اجي اذاكره هذاكره من اللي مكتوب عندي، مش هذاكره من الفضاء، لكن هبقى معتمد بشكل كلي وجزئي على اني فاهم كل كلمه مكتوبه عشان اقدر احل صح. ماشي؟ يبقى احنا كده خدنا واحده بس اللي كتبناها، التانية بس قدمناها وخلاص، على كده خلصت عشان انتوا تعبتوا معايا جدا النهارده. قولوا لي لو عايزين تسالوا في اي حاجه، وباردون على العطل الفني اللي حصل لنا شويه في المحاضره ده. قولوا لي حد عايز يسال في اي حاجه؟ قولي رقم 2 دي تبقى اجابتها ايه؟ بي ولا سي؟ رقم 2 اه اهو يا حبيبتي، ما هو قال لي دوموند، فيرب دوموندي يعني يطلب، فهاخد الاه. السائل تمام. بيطلب من من الشخص اللي ماشي في الشارع، بيقول له روح المتحف ازاي، فكلمه اروح المتحف ازاي دي هي فين؟ كومون عليه ميوزي ايجيبسيان، كيف اذهب الى المتحف المصري. شكرا. بس ان شاء الله لسه هناخدها دي عشان نغير فيها الكلمات ونظبطها. مين عايز يسال في ايه تاني؟ بسمله، محمد، عايزين تسالوا في حاجه؟ لا تمام. بحبكم جدا وباردون تاني على العطل اللي حصل لنا. ميرسي يا ولاد. بونجورني.